كلاوديو مدير الاونر والسابق، مع السلامة. شو مع السلامة؟ ليش هو ترك فينا سلامة؟ ايه والله اخ يا سلامة. ولك بتعرف شو؟ مش رح نتذكرك بالخير. يا عمة الله شكل هالبناية قلبت. روح روح لنشوف. طيب بس عبدي يا اخوي، فكرت البناية قلبت، طلع سقف. يعني اذا سقف عادي؟ انه ما حدا سأل عن سمانة. مشيني. ما السقف وقع على الاولاد وانضروا، هلا حالتهم خطيره. كثير زعلان علي، خذن عندك على البيت. تطلعش بتيزي هيك، الحلقه الماضيه حكينا عن الموضوع قبل كثير حكينا، يا اونر ويا فصائل ويا دوله ويا مسؤولين، وما حدا رد على سمانا، ويا خوفي الحلقه الجاي كمان نحكي، متنا عشنا اكلنا هوا اخر همن، هن بيشوفونا ارقام اخوي. ما تيأس، خلي عندك امل، ان شاء الله رح يمشي الحال، حينزل علينا النيزك يشيلنا كلنا. سميح، سمعت شو صار؟ شو؟ امتلت المقبرة. وين؟ اخ شو وين؟ هون بمخيم الجليل، محل ما مدفونين انا وياك. اه شو اه؟ يعني في كتير ناس ماتت؟ اخ مش هون المشكلة. لكان المشكلة اللي بموت جديد وين بدهم يدفنوه؟ ايه هون معنا. اخ شو معنا؟ ما قلت لك المقبرة امتلت، مخك سميك حتى وانت ميت. طب شو الحل هلا؟ انا سمعت بنتي هذيك اليوم بس اجت قرأت لي الفاتحة عم بتقول انه في شيخ قال انه يهدوا من القبور عشان يوسعوا المقبرة. بلشوا بلشوا يهدوا بلشوا. ايه يا هيو، انتوا اللي فوق، بلكي انا ما بدي ابي انهاد، مين قالكو؟ يعني هلا حيوقع علينا القبر؟ اخ تذكرت لما وقع علي سقف البيت ومتت. لك اخ انا بعرف اللي بيموتوا بيرتاحوا، لا بالدنيا ريحونا وهلا لحقنا لهون. شو نعمل؟ شو نعمل؟ نصير نحرق حالنا مثل الدول اللي بحرقوا اللي بيموتوا؟ بما انه الاونر مش رح تشتري ارض ولا المسؤولين سألين على هالناس. انا برايي اللاجئين الفلسطينيه من يوم طالع اللي بده يموت يختفي. احسن، او يهاجر ويموت برا. في 350 عيله بمبنى غزه بدون مي. شو مبنى خلصت؟ وين يعني مبنى غزه؟ انا بجيب خريطه غزه هيك بعمل، والمبنى اللي بتيجي عليه ايدي يعني هذا مبنى غزه هون، هذا بصبره، هذا كان مستشفى عملته منظمة التحرير، وبعدين صار فيه ناس ساكنين، تحول لمبنى سكني. شايف هذيك البناية؟ وراها مبنى غزة. هون قريب. طلعتنا على الموضوع. المهم العائلات طلعوا صرخة، العائلات اللي ساكنين بالمبنى طلعوا صرخة لمنظمة التحرير عشان تحل الموضوع. شو نمت شايف؟ ما بقى اخوي، حسيت ما بقى، كفي. المشكلة قديمة، يعني مشكلة المي. في بير مي حلوة بقلب المبنى بس ما في مولد يطلع المي، يعني مش عم يشتغل البير، فالناس عم بيضطروا يشتروا مي مالحة ملوثة. أنا سيدك وسيد أبوك علم معك سيجارة. شو كان السهرة والعم امبارح؟ إجت الدولة. ضبوا الحشي، قصدي الكهرباء. وضع مجنون، سقوف عم توقع فوق الروس، وعم يتكرر هالكابوس، والأونروا ولا هون قال. خايف أكون شي مرة قاعد بالحمام ماسكي معي وكتير مزنون، يوقع سقف وما أقدر أقوم. شي مش معقول، مخيم لحاله متروك، واللاجئ بيضلوا منكوب، ولا عباله هالمسؤول. وينك يا ابقوا تذكرونا واندموا بكرة لما يوقع المخيم.